السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة هتكون في أسلوب مبسط عشان توصل، وخصوصا للناس المبتدئة معانا، الناس خريجين لسه جداد، الناس ما شغلوش خالص على الليكويد كرومتوجرافي. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الليكويد كرومتوجرافي كانت بدايته في أوائل القرن العشرين، وخصوصا سنة 1906، لما في عالم نباتات روسي اسمه ميخائيل تويس ده اخترع الليكويد كروماتوجرافي. هو كان عايز يفصل أصباغ من نباتات مختلفة، فعمل ايه؟ الشكل اللي قدامنا اللي على الشمال ده، ان هو جاب الاكستراكت بتاع البلانت او النبات اللي هو عايز يطلع منه البيجمنتس، ويدوبه في بتروليوم ايثر، حقنه في كولم. الكولم ده كان من جلاس كولم، وكان معبي الكولم ده بكالسيوم كربونات. بدأ يظهر one layer of pigment، الشكل هنا اللي هو ايه، اول حاجة اللي هي ايه، لقى ان العالم ده لقى ان بمرور الوقت لقى ان اللون الوحيد اللي كان طالع ده بدأ يحصل فصل، وبدأ يظهر 4 الوان. ال4 الوان دولت كانوا الاخضر المزرق اللي هو الكلوروفيل A، الاخضر المصفر اللي هو الكلوروفيل B، وعندي الاصفر اللي هو الزنافين، والاخيرا الاورنج الكاروتين. البروسيس ديت تمت في خلال عدد ساعات كبير، ولكن لم يتم اعتماد البروسيس ديت في الصناعة وكطريقة تحليلية، لانها بتاخد وقت طويل جدا عشان تديني ريزلت. الطريقة اللي حصلت سنة 1906 ديت بفصل البيجمنت كانت تعتمد في الاساس على الجرافيتيشنال فلو، بمعنى انت عندك عمود زجاجي محطوط باكجين فيه كالسيوم كربونيت وبتعدي فيه الاكستراكت، بتعتمد فقط على الجاذبية الارضية، وكانت بتاخد وقت طويل قوي. طيب انا لو عملت ديفلوبمنت، تطوير للطريقة ديت، انا عشان اتغلب واقلل الوقت فانا محتاج ان انا اعمل بريشر، ولذلك فالطريقة القديمة دي اسمها لو بريشر كروماتوجرافي. التطوير بقى حصل لما جت شركة جيم موتورز ديت تعمل ديفلوبمنت، عايز اعمل بريشر، يعني في بامب، في ضخ، عشان كده اعتمدوا هاي بريشر بامب، ولذلك البامب دي اتعملت دراماتيك امبروفمنت، بقيت تحصل على النتيجة في وقت اقل. تاني حاجة ان انت كنت بتعتمد على حصولك على نتيجة ان انت بتعمل فيزيكال اوبزرفيشن، يعني فحص عن طريق العين للكلر اللي طالع. فبدأت الشركة بتاعت جيم موتورز ان هي تضيف ديتكتور، بلس ان هي حاطت اوت بوت عشان يطبع الريزلت اللي طالع لك كمبيوتر، وده كان تطور شديد جدا، ونقل شغل الليكويد كروماتوجرافي لمنطقة أعلى بكتير غير الأول. طيب لو جينا اتكلمنا على الليكويد كروماتوجرافي أو الهاي بريشر ليكويد كروماتوجرافي، طبعا أول حاجة اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي قبل كده وهي البامب. طبعا كانت موضوع تطوير المضخة اللي بتضاف لسيستم الليكويد كروماتوجرافي ده من الأشياء المهمة جدا اللي ساعدت على تطوير هذا النظام. كان من اشكال التطوير ده ان انا محتاج ان البامب تديني كونستانت بريشر في اي ظرف، يعني الضغط بتاعها يبقى ثابت في نفس الوقت اللي انا اقدر اتحكم فيه. اتحكم في ايه؟ اتحكم في الفلوريت اللي هي بتدهوني. تاني حاجة وهو الانجكتور، الحاقن. الحقن بدل ما اجي احقن بسرنجة عادية خالص في الجلاس كولم اللي كنت بستخدمه في الاول، لا انا محتاج ان يبقى عندي اوتو سامبلر، في انجكتور سرنجة برضو، ولكن ديت اوتوميتد، حيث ان انا لو عايز اعيد العينة ديت احقنها تاني، وبالتالي انا عندي اوبشن ان انا اعمل ريبيتد انجكشن لنفس العينة او عينة تانية مختلفة تماما. الانجكتور طبعا بيبقى مكانه ان هو بعد البمب، حيث ان هو البمب بتديني الفلوريد بتاع الموبايل فيز اللي هيتحقن في الكولم، وفي نفس الوقت الانجكتور بتاخد من السامبل اللي انا عايز احقنها وتدخل مع الفلوريد في الكولوم. المكون الثالث لنظام الليكويد كروماتوجرافي هو الكولوم. الكولوم هو الهارت اوف ليكويد كروماتوجرافي، لان بعدم وجوده انا مش هقدر افصل اي حاجه. طبعا بعد ما كان الكولوم ده مصنوع من الازاز، بدات استخدم اللسان للستيل هوز او كولوم. طبعا الكولوم بيتعبى بسيليكا او بوليمر جل بديلا للكالسيوم كربونيت اللي تم استخدامه في التجربة الأولانية خالص. طيب مع وجود أسيد
وبيز سولفنت انت بتستخدمها مع اختلاف المواد اللي انت بتفصلها. كان ده ميزة من مميزات الستانلس ستيل كولم، هو انه بيكون تولرانت وعنده ريزيستنت مع انواع كتيرة ومختلفة من السولفنت اللي انا بستخدمها، ما عدا ان في بعض المركبات زي البايو مولكيولز او الايونيك كومباوند انا مضطر ان انا استخدم البولي ايثر ايثر كيتون كولوم. هل في انواع تانية من الكروماتوجرافي غير الليكويد كروماتوجرافي؟ ايوه، في الجاز كروماتوجرافي. الفرق ما بينه وما بين ال سي ايه؟ ان في ال سي انت بتستخدم الوان، الالوان ده بيتم ضخه عن طريق البامب سيستم، ولكن في الجاز كروماتوجرافي انت بتستخدم جاز از كارير جاز. الجاز ده بتحصل عليه عن طريق جاز تانك اسطوانه، الجاز تانك دي بتبقى الجاز مضغوط اوريدي، وبالتالي انت مش بتحتاج بامب سيستم. فممكن نقول من النقطة ديت ان الجي سي هو نظام ابسط قليلا من الليكويد كروماتوجرافي. طيب هل الجي سي اللي احنا قلنا عليه ان هو ابسط and simplified than the liquid chromatography وليه مميزات بس هل ليه عيوب؟ ايوه، اللي عيوبه ان انت بتستخدم معاه السامبل اللي انت عايز تحللها لازم تدخل في الجازز فورم قبل ما اقدمها للكارير جاز. ولذلك انت لو عندك عينه ليكويد او سوليد فانت لازم تعمل لها هيتنج وتحولها للجاز فورم في درجه حراره عالية، ولكن للأسف بعض العناصر بتتحول وتتفكك عن طريق درجة الحرارة، ولذلك فالجي سي هو مش الأيديال ميثود مع كل العناصر. حاجة تانية وهي إن الجي سي ليه أبر ليميت مع الكومباوند اللي هي ليها هاي مولوكولار ويت. طيب بقى من مميزات الليكويد كروماتوجرافي وهي ان الليكويد سامبل كده كده اوريدي ويل بي انالايز دايركتلي بدون اي تحضير ليها. كمان السوليد سامبل انا ممكن ادوبها في اي سولفنت، ولو في بعض السامبل اللي هي مش انسولبل في الووتر فانا ممكن استخدم معاها الاورجانيك سولفنت عادي. من النقط برضو الجميله جدا في الليكويد كروماتوجرافي ان انا بشتغل عند درجة حرارة مقربة لدرجة حرارة الغرفة، ولذلك مفيش أي تغيير في الأنالايت اللي أنا بحلله. عشان كده ال LC هو أصبح ال most popular analysis method than GC. طب هل في طرق تانية غير ال LC وال GC؟ أيوة، في ال thin layer chromatography، في السوبر كريتيكال فلويد كروماتوجرافي، في البيبر كروماتوجرافي، ولكن الطرق ديت ملهاش أي بيبولاريتي زي الجي سي او ال ال سي.